السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا. تكفى فزعتك تفضل. تحليل إيجابي والعمل بيفصلوني، شو أسوي؟ والله وش أسوي لك؟ ما أقدر أسوي لك. هذه هي المخدرات، هذه المخدرات. عمل مصدر رزقك راح تفقدها، صفر الرصيد الشهر القادم، صفر. طيب زواجي في الصيفية، ما في زواج مع مخدرات. مخدرات فوضى، والعمل انضباط، والزواج انضباط، والحياة مع المجتمع انضباط، والحياة قبلها مع الله انضباط، في صوم وفي صلاة وفي بر وفي علاقات مع البشر ومع الوالدين، هذه كلها ما تمشي مع المخدرات. هذه هي المخدرات، تذلك، تحطمك، تكسر شرفك في لحظة من لحظات ما تسوى ولا هللة.